صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا مريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر النادي الرئيسي بالجزيره، زي ما عودناكم طبعا بنطلعكم على الاجواء وابرز اخبار النادي وفرقه المختلفه. الاجواء يمكن في الساعات الاولى من صباح اليوم زي ما تعودنا بوابات النادي بتستقبل الاعضاء بكل ترحاب، والعاملين هنا بيقوموا على قدم وساق في خدمه اعضاء النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم. الحقيقه انه يمكن درجه الحراره تشجع جدا على التواجد في النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم. اما بقى يعني طبعا اخبارنا وطبعا الفريق الاول لكره القدم اللي بيهم اخباره طبعا كل جمهور النادي الاهلي، النهارده ان شاء الله في وديه هتقام، هي الوديه الاولى والاخيره لمعسكر الفريق طبعا زي ما احنا عارفين امام برافو السوليفاني في طبعا معسكر الفريق بالنمسا، ده طبعا قبل خوض الوديه الثانيه امام طلائع الجيش يوم 11 سبتمبر استعداد لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة اللي إن شاء الله هتستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، واللي هتقام طبعا المباراة يوم 15 سبتمبر الجاري. كل أمنياتنا القلبية بالتوفيق طبعا للفريق الأول لكرة القدم في مباراته اليوم، وطبعا مستر كولر يبدأ موسم طبعا جديد إن شاء الله ويمتعنا زي ما متعنا الموسم الماضي بتحقيق كافة البطولات زي ما ده طبعا طموح دايما جمهور النادي الأهلي. اما بقى على يمكن صعيد طبعا يعني الاخبار الاخرى، يمكن النهارده في الثانيه ظهرا وطبعا خلال ساعات قليله ان شاء الله هنتابع كلنا القرعه اللي ان شاء الله طبعا بيمثل النادي الاهلي فيها كابتن حسام غالي قرعه كاس العالم للانديه، ودي ان شاء الله المشاركه التاسعه للنادي الاهلي والرابعه على التوالي في البطوله المحببه للنادي الاهلي وجماهيره. وان شاء الله كابتن حسام غالي هيكون ممثل طبعا زي ما قلنا لكم للنادي الاهلي، عضو مجلس الإدارة بتكليف طبعا من كابتن محمود الخطيب. كل أمنياتنا القلبية للنادي الأهلي في البطولة المحببة ليه، وإن شاء الله طبعا زي ما احنا عارفين يمكن معلومات كده يعني عن البطولة، طبعا مانشستر سيتي السنة دي هي هتكون أول مشاركة ليه طبعا بقيادة طبعا الإسباني بيب جوارديولا اللي يمكن يعني حقق 3 ألقاب من قبل في هذه البطولة. نتمنى أن احنا إن شاء الله نواجه مانشستر سيتي في النهائي بإذن الله، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون يعني يقدم ان شاء الله مستويات فنيه اكبر ويحقق ميداليه طبعا اهم واكبر من اللي حققها قبل كده. طبعا حققنا برونزيه، ان شاء الله جمهور النادي الاهلي بيحلم بالفضيه او طبعا الذهبيه. اما بقى على مستوى الالعاب الاخرى، فالنادي الاهلي طبعا لكره اليد النهارده الساعه 8 هيواجه المعادي في دوري المحترفين لكره اليد، وسيدات السله بيستعدوا للموسم الجديد ان شاء الله بدايه من اليوم. اما رجال سيدات الطائره اسفه، اما طبعا رجال السله فيمكن طبعا الدوليين عادوا امس من طبعا المشاركه مع منتخب مصر وانضموا لمعسكر الفريق اللي بيتم استعداد اللي طبعا النهارده هيبدا استعداداته لكاس العالم للانديه اللي هتقام في سنغافوره. اما بقى طبعا يمكن على صعيد السكواش، فطبعا نجمتنا نور الشربيني يعني يمكن عادت مره اخرى لصداره التصنيف وازاحت طبعا نجمتنا الاخرى نوران جوهر من التصنيف، ولا زال علي فرج في طبعا صداره التصنيف على مستوى الرجال. اما بقى اليوم فهتقام على مدار اليوم في طبعا البطوله الافريقيه لكره الطائره اللي بتستضيفها مصر طبعا حتى 13 سبتمبر، ويمكن طبعا منتخب مصر طبعا بيضم عناصر من النادي الاهلي. النهارده في عده منافسات قويه في اليوم الثالث للبطوله، بروندي هتواجه الجزائر، وغانا هتواجه الكاميرون، وجامبيا هتواجه رواندا، وتونس هتواجه تشاد، وليبيا هتواجه كينيا، وسنغال هتواجه المغرب. ويمكن طبعا مصر افتتحت البطوله بفوز غالي على بروندي بثلاث اشواط دون رد، وان شاء الله هتواجه الجزائر في طبعا مباراه هامه غدا. اما بقى يمكن طبعا يعني يمكن طبعا احنا كره اليد وامنياتنا القلبيه لبعثه منتخب طبعا كره اليد، واللي طبعا هي بيضم عناصر النادي الاهلي وهيسافروا اليوم لتونس لخوض منافسات البطوله الافريقيه. دي كانت طبعا ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيره. وقبل ما اختم معاكم طبعا كل امنياتنا القلبية لكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل في رحلته اللي طبعا اللي هيطير الى فرنسا لاستكمال علاجه، وكل امنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. شكرا لكم جدا، وعودة مرة أخرى الى الاستوديو.